في تجمعه قبل الأخير اليوم من ولايتي باتنا وخنشلقة، للمرشح لرئاسية علي بن فليس أن الخارج يريد استهدافه هذه الأيام لأنه رجل لا يخضع. وتوجه بن فليس إلى بعض الأشخاص في إشارة لقضية صين با بقوله أن الذي يريد تشويه صورته فإن مديرية حملته تضم الأنقياء ونبيته من زجاج ولا شيء يقوم به في الخفاء. دركا في الأخير وأنا مقبل على مغادرة القاعة للذهاب لخنشلة. إخواني أخواتي، باغي نقول لكم هذا الاستهداف، كي نقول أنا مستهدف أنا لا أبالي بهذه الأشياء، وأنا